اهلا وسهلا دكتور خالد، نورتنا. اهلا وسهلا استاذه مفيده، اهلا بيكي يا استاذ الصغير. يمكن فعلا المقاله بتاعت حضرتك النهارده فتحت يعني فيها كلمه كده عجبتني جدا، فكره ان احنا محتاجين، او انت كنت تتكلم على الولد اللي قتل نيره، ان هو ده مش حب، ده واحد لسه مصمم على ان هو يتمسك باللعبه بتاعته، ان دي لعبته اللي هو عايز يلعب بيها حتى لو كسرها هي بتاعته. صح. هو فعلا هي المشكله ان هذا الشاب وغيره اصرار ثقافه مجتمع، هو ده اللي احنا عايزين نناقشه. صح. ومش لازم الحكايه تبقى فيها دم وذبح وقتل عشان نتحرك. يعني انا اللي كنت مستغرب له قوي، يمكن حتى عملت كذا مداخله وكده، وكنت بسال الامان في الشارع للبنت بقى موجود ولا لا؟ فناس كتير قوي كانت بتجاوب بيقولوا طبعا، لان مش كل يوم واحده بتتقتل. قلت لهم يا جماعه، المراه لها مساحتها الخاصه، المراه اللفظ تحرش، النظره اللزجه الفضوليه تحرش، فده اللي احنا عايزين نفهمه، انه مش لازم تبقى في دماء عشان نتحرك. هو المقصود ان احنا في مجتمعنا الحقيقه بنقفل قوي على البنت وعلى الولد، وده اللي ازعجني، ان في ناس خدت المساله في سكه منع الاختلاط، ان هم عايزين جامعات للولاد وجامعات للبنات. اها. وان حولوا المساله، انت عارفه طبعا التيارات دي بتستغل المسائل دي في انها ترجع تاني تروج للمفاهيم المتخلفه الصحيحه. نفس الكلام برضو بيقولوا الحضانات كي جي وكده، عايزين نفصل الولاد عن البنات عشان ما تحصلش هذه الجرائم. الحقيقه عدم الاختلاط هو اللي بيخلي البنت الصغيره تقول هو الولد ده ودوه فصل حضانه تاني ليه؟ وانا فيا ايه؟ الولد نفس الحكايه، هي البنت دي فصلونا ليه؟ فتبدا الاسئله التي يروج للبعض ان احنا بنعمل كده عشان ما نسالهاش، ده انت بتزرعها في ذهن البنت والولد. احنا لازم نعلم الولاد والبنات، الولد يتعلم خريطه تفكير البنت عامله ازاي، والبنت تتعلم خريطه مخ الولد عامله ازاي. الاثنين لازم يعرفوا كده. يعني حتى ده اللي انا كتبته في المقال، ان في كتب جميله بتنزل بره مهتمة بالمسألة دي، على عكس مكتبتنا ما فيهاش الكلام ده خالص، أو كتب تنمية بشرية بتبقى عايزة مكسب وكده. يعني مثلا في كتاب مشهور جدا اسمه الرجال من المريخ، النساء من الزهرة، بيتكلم على النقطة دي. يعني في مثال مثلا، رجالة كتير قوي بيتخيلوا إن الكلام الكتير بتاع الستات ده ثرثرة ورغي ملوش داعي وبيزهقوا، وبتبدا خناقات كتير جدا، يقول لها انا جاي مش عارف تعبان، وانت احنا بتتكلمي وبترغي وما تسكتيش. الحقيقه ما نسميه نحن ثرثره نسائيه هو صرخه احتياج، هو انها بتدق على الباب للتواصل، جوع تواصل انساني وليس رغي. يعني هي عايزاك تسمع فقط، لا تقدم لها حلول، هي مش عايزه حلول، هي عايزه تفضفض. الولد بيقفل باب الفضفضه بالنسبه للبنت. طب دكتور خالد، انا من وجهه نظرك احنا عندنا ميراث بقاله سنين وسنين في ان طريقه التعامل مع البنت في مصر ان احميها، اقفل عليها، احنا شباب المنطقه بناتنا ما يتعكسوش، ولو اتعكسوا يبقى الغلط على لبسها. نعمل ايه؟ يعني نحاول نفهم الجيل ده والجيل اللي قبليه ازاي يحترم البنت ويسيبها حره طليقه قادره على اتخاذ قرارها وحمايه نفسها. اولا استاذه مفيده، لازم نوصل لهذا الشباب ان المساله ليست في الجينات بتاعت المصريين، بدليل ان في الستينات وفي السبعينات الصور اللي هيشوفها دي مش خيال علمي. صح.
صور والدته وصور خالته وصور عمته، ده وشكل ليس وشكل الجامعات سواء في وشكل القاهرة الجامعة. أو في الأقاليم وفي الصعيد أيوة كان شيء يعني راقي، لكن إحنا يعني شوفي كده بنعيد إنتاج صغير ال أفكار داعش طول الوقت بأي حادثة بناخد يعني منها ونعيد إنتاج أفكار شوفي داعشية. صور البنات في جامعة أسيوط وفي جامعة مش عارف المنصورة في الستينات والسبعينات، صور في منتهى الشياكة منتهى الرقي. وبعدين عايزين برضو نعلم ان في غريزة اسمها الاستحسان الاجتماعي، دي مهمة مظبوط جدا ان احنا نفهمها للناس. يا جماعة في اكل وشرب دول غرائز، لكن المرأة عندها غريزة الاستحسان الاجتماعي وضروري تبقى مرتبطة بشهوة او هواية، يعني مجرد انها تبقى شيك، مجرد انها تبقى جميلة وتستحسن من الناس، ده الحقيقة نوع من أنواع العطاء النفسي ليها والتشجيع ليها. مش ضروري إن كل ما واحدة تلبس كويس يبقى دي واحدة كذا، دي دي منحلة، واحدة لا تتعطى، دي وتستاهل، منحلة دي منحلة، دي لا مش أخلاق، وتستاهل. أيوة وتستاهل نظرية تستاهل. مش لغة الدين دي، لا احنا ديننا ما قالش كده. وتستاهل عشان هي مش عاملة كده، عشان هي مش متبعة كذا، عشان هي مش النموذج، الأخطر عشان من وعشان. الأخطر من قتل نيرة هو ردود فعل البعض ده اللي قال طبعا تستاهل. صح، ده اللي خلى مصر كلها تتحرك وتنتفض هذه الانتفاضة. ما هو هذا الشيخ بقاله سنين بيتكلم، مش هو لوحده، في والحقيقة كتير. أنا حذرت ياما، يعني لما محامي يطلع في برنامج ويقول لابسة الجينز التحرش بها واجب قومي أو واجب وطني، هذا المحامي ضيف دائم على برامج كثيرة والإعلاميين كانوا يفرحوا بيه جدا إنه جاي لسانه طويل. هذا لما تتقال الكلمة دي وتعدي وما يتحاسبش، حصل صح. حكاية قتل نيرة، لما رجل ديني يقول أن تبرج المرأة وسفورها هو إلحاح منها للعرض على الرجال، لما واحد بتاع تنمية بشرية يقول للي لابسة جيبة ما تبقاش راجل لو ما تحرشتش بيها. الأسماء عندي على ما فكرة، هو بس احنا مش عايزين دكتور نقول. خالد، دي هو ليه ناس مريضة الرجالة فعلا. بترتضي انها انها تبقى موصومة من رجالة تانيين بان الوصف ليهم ان هم ذباب باعتبار المرأة حلوة، فالحلوة ايوه المكشوفة لها ذباب، او ان هو ذئب، او ان غرايزه، او ان احنا ما ريقه نرتاحش بيجري. لناس ايه غير الكلام، بالذباب. ايه الكلام الغريزي ده؟ انا عايزة بدل ما اقول لكم نغطي على حاجة. الحلوى ما نرتقي بالذباب. انا بس عايزة اقول لكم على حاجة، ان نوعية الرجالة اللي انتوا بتتكلموا كمان عليها هي ما تفرقش معاها ان هي يطلق عليهم ذباب. هو الصح ايه؟ الصح المنع، المنع الاشخاص اللي زي كده، طالما انا قادرة على ان انا اجيب غيره، حد متنور، انا مش مطلوب مني ان انا اجيب الاشخاص دي. انا برضو عايز الاشخاص دي اقول لما بيتعمل عليهم سبوت لايت صح بيفتكروا سبوت. نفسهم حاجة. انا عايز برضو يعني لا اعفي بعض النساء من المسؤوليه برضو يا استاذه مفيده يا استاذه شهيد، لازم نتكلم بصراحه ما دام احنا في برنامج الستات لازم نقول الحته دي. لما واحده مثلا تيجي تروج للتعدد عشان تاخد ترند يا دكتور، وتستضاف، ايوه وتستضاف ويعملوا لها مش عارف ايه، والست دي عظيمه والست دي مش عارف ايه. طب يا جميل دكتور قوي. خالد، ما تجيلنا بقى البرنامج ونتكلم براحتنا ويبقى معانا وقتها، لان القضايا يشرف مهمه جدا وحضرتك مهم يشرف تكون بالظبط. معانا.